اغتيال ديال عمر بن جلون واقع شكل كارثة للحركة الإسلامية المغربية في تلك اللحظة. المجلس النقباء في 22 أو 25 كان يستحيل أننا نجتمعوا 22 أو 25، كان صعب عنا أننا نجمعوا هذوك العدد نجتمعوا به. فجاء الاقتراح ديال أنه من هذوك المجموعة نختاروا 6. كنت أنا، منار عثمان، عبد الرحيم السعداوي، ذكير، نور الدين، بالأدهم، الوليد. أنا الوليد كان الله يرحمه في مرض موته وكان جرته، فقال لي ولدي شكون قتل عمر بن جلون؟ قلت له أنا شباب اللي كنلقاو فيه ملحد. قال لي هو الملحد الوحيد اللي كاين في المغرب. قال لي أنا كنعرف الملاحدة ديال المغرب، عمر بن جلون ماشي ملحد. وبكى، نزلت الدموع من عينه وقال لي ما سيبقى في قلبي وما يضرني هو أنني أنا سأموت وأتركك بين أيادي غير آمنة. لحظة ما مرت نساني بحياتي وخلتني نبدا نطرح شي أسئلة. طبعا أنت كنت وقتها قريب، ماذا حصل بالضبط؟ شهادة التاريخ. شهادة التاريخ كيف تم اختيار عمر بن جلون؟ أنا ما يمكن لي نحكي إلا داكشي اللي سمعت. نسمعوا بأنه مشى شباب، على كل حال كانوا في الحركة الإسلامية، وتلقاو له تحاوروا معاه وقتلوه. واحد من هذوك اللي اغتالوا اللي ساهم في عملية الاغتيال أثناء الهروب ديالو تعطل الدراجة ديالو فتم الاعتقال ديالو. تكلم لي على قمع الدولة، متى قمعت الدولة الحركة الإسلامية المغربية؟